زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليه، تنظيفه سهل جدا ومفيش اسهل منه. بتبداي ان انت تجيبيه من عند السماك وبتبداي ان هو ينظفه، لو انت مش عايزاه ان هو ينظفه بتنظفيه في البيت بطريقه سهله جدا، وهقول لك طريقتها عامله ازاي. النهارده هقلي البربون بطريقتين. الطريقه التقليديه بتاعتنا اللي انا هتبله، اهم حاجه نشوف موضوع التتبيل ده، ما ينفعش ان انا احط حاجات صحيحه عليه، يعني الثوم والتوابل بتاعتنا والفلفل والكلام ده كله ما ينفعش يكون خشن، علشان ما يبداش ان هو لما انزله في الزيت يبدا يتحرق في الزيت ويبقى شكله مش حلو ومش هيتشرب التتبيله اللي انا عايزاها. فعلشان كده مستخدمه الخلاط، التتبيله بتاعتها كلها هتتضرب في الخلاط، خل، ليمون، ثوم، فلفل حامي، حاطه بابريكا، حاطه الكركم والزعفران دول وشويه الكمون وشويه الملح، دول الدقيق عشان يديني لون حلو مش مع التتبيله. سمك بربوني، هنعمل سمك بربوني مقلي. محتاجه سمك بربون والتتبيله بتاعتنا ايه؟ فلفل حامي احمر، معايا ثوم مفروم، عصير ليمون، خل، بهارات سمك، كمون، بابريكا، ملح. دي التتبيله اللي انا هتبل بيها البربون وهتبل بيها المكرونه، وهاخد منها كمان وهتبل بيها حبه الجمبري اللي انا عاملاهم دول. طيب نيجي بقى للتغليف، انا محتاجه اغلف اعمل ايه؟ محتاجه دقيق. يلا بينا للتغليف. فعلا انا قلت مفيش نشا. للتغليف دقيق وزيت غزير للقلي، وهنحط ايه على الدقيق؟ امال مين اللي هيدينا اللون الاصفر الحلو زي ما بنشوفه بره؟ حتى كركم وحتى رشه زعفران بودر وحتى ملح وكمون. نعم يا حمدي. يلا بينا يلا بينا. البربوني هنقليه بطريقتين، طريقة اللي احنا هنقليها في زيت غزير وهنبدأ نحمره كده وهنشوف التحمير بتاعه يبقى عامل ازاي، وطريقة تانية بنقطتين تلاتة زيت. مش هتاخد معايا زيت خالص، يعني هما رشتين زيت كده او معلقتين زيت كده علشان يطلع لنا مقلي. ايه ده، هيطلع لنا نفس النتيجة اللي انت بتقولي عليها يا نونا؟ هنشوف مع بعض، وادي الجمل وادي الجمال، وهنشوف الدنيا هتبقى عامله معانا ازاي. نعمل التتبيله بتاعه السمك اللي هناخد منها للبربون وهناخد منها للمكرونه. بصوا كده، فلفل حامي، ثوم، بهارات من السمك، بابريكا، كمون، محتاجه كمون تاني للدقيق لو سمحتوا. ناقص ايه؟ ناقص الملح. طول ما بتبل سمك ما بحطش فلفل اسود ولا الكلام ده كله خالص، لا، ملح وكمون وثوم. ادي الملح، خل، وعصير ليمون. انا عايزه التتبيله تكون سايله سايله خالص، علشان السمك البربون صغير، فمش عايزه ان انا التتبيله تكون تقيله وتخينه واجي اتبلها هو مش محتاج. مش هتبل واحده بواحده. ايه ده، امال هتتبلي البربون ازاي؟ هنشوف مع بعض حالا بعد ما ابدا ان انا اضرب التتبيله دي وتطلع لي خليط ناعم جدا. بسم الله بسم الله. تمام وزي الفل. نجيب معلقه وندوق التتبيله الحياء بتاعها والملح بتاعها عامل ايه. بسم الله. يا الله، اللي انا بعمله في نفسي ده، البولات فين؟ بسم الله. هنجيب كده بوله وهبدا ان انا اجيب السمك اللي انا عاملاه علشان اتبل. مش هنتبل واحده واحده، لا، انا هحطه واروح حط عليه التتبيله، اسيبه بقى نص ساعه ساعه يشرب من التتبيله هيبقى تمام وزي الفل. باقي التتبيله انا هتبل بيه المكرونه وهي سايله نفس النظام كده، وهوريكم دلوقتي لما اجي اقلي البربون دوت اقليه ازاي واغلفه ازاي. اكيد مش همسك واحده واحده هعملها في الدقيق ويبقى كده هلكل صحتي ومجهود على الفاضي. خدت جزء من التتبيله الاول حطيتها على الجمبري علشان يبقى متطعم كده، ولا حطيت ملح ولا كمون، بس خدت جزء من هنا مع الليمون ومع الخل مديني تطعيمه زي الفل. طيب مسكت البربوني حطيته كله زي ما انتم شايفين كده في بوله وحطيت عليه التتبيله. التتبيله تبقى سايله بالشكل ده، نحطه في التتبيله حوالي من نص ساعه لساعه علشان يشرب منها واللحم بتاعه
يبقى زي الفل. طيب انا طبعا مش هستنى ساعة او نص ساعة علشان وقت برنامجنا. طيب هعمل ايه؟ بصوا معايا، اديني ثانية واحدة بس عشان ما نحرمش منك. بصوا بقى كده، عندي طريقتين للقلي زي ما قلت لكم. طريقة اللي هي بنستخدم زيت غزير فوق كده علشان نقليه زي ما امهاتنا ما بيعملوا، والطريقة التانية هقول لكم عليها حلو. طيب محتاجة ايه؟ ادي دقيق وحبة كركم ورشة زعفران وملح مش كتير، وادي كمون. كل ده في الدقيق اللي انا هعفر بيه، واقلب ده كله كده كويس قوي بالشكل ده علشان الكركم واللون الاصفر يمشي في الدقيق كله، وتتبيله الملح مع الكمون تبقى مطعمه ومعفره السمك من بره. حطيت في الصينيه حبه من الدقيق، تمام، وهروح حاطه كده واروح معفره المصفه دي نفسها علشان هصفي دلوقتي البربوني ده من التتبيله بتاعته في مصفه تانيه علشان لما اجي احطه هنا واعفره ما يلزقش ولا في المصفى ولا يلزق في الصينيه، وما يعفرش ايه، ما يرطبش ميه. اهو حطيت في الصينيه دقيق، حطيت في المصفى دقيق، البربوني دوت هجيب مصفى دلوقتي واصفيه فيه خالص علشان لما نرجع من الفاصل نشوف. اكيد انا مش هتبل ده كله مره واحده، ومش هتبل سمكيه سمكيه. طب هتعملي ايه يا نونا؟ هنرجع من الفاصل ونشوف هنعفره. حطيته في مصفى بالشكل ده علشان ينزل كل التتبيله اللي فيه. اهي بصوا الميه اهي، ادي التتبيله نزلت اهي وهو محطوط في مصفى. بصوا التتبيله سايله ازاي، ولازم ان هو تكون سايله عشان ما يبقاش فيها حتت. طيب بعمل ايه؟ حطيت هنا حبه من الدقيق، وادي المصفى وفيها حبه كمان من الدقيق، وهعرفكم دلوقتي السبب اللي انا عملت ده ليه. عشان بصوا هبدا دلوقتي، اكيد مش هعفر سمكيه سمكيه، بعمل كده. اللي انا بعمله ده يتعمل على الاليه على طول، يعني ما ينفعش، يعني الزيت بيتقدح وانت بتعملي ده، ما ينفعش ان انا اعمل ده واسيبه شويه. طب هتعمليه وتسيبيه شويه، تبداي ان انت قبل ما يتحط في الزيت تروحي معفره بشويه دقيق تاني. بصوا كده اهو، وادي حبه دقيق من على الوش. بصوا كده، واعمل كده كده، شايفين؟ لقيت ان هو اتشرب عشان التتبيله اللي فيه بالميه بتاعته، اروح عامله كده اهو. بصوا اتعفر وبقى زي الفل، شايفين المنظر عامل ازاي؟ طيب انا قلت لكم هعمل الزيت البربون بطريقتين. بصوا كده، جبت صينيه ورحت رصه فيها بالشكل ده، يلا بينا. بصوا كده، لا ممكن نعمل كده كمان، شايفين؟ برص كده في صينيه داير ما يدور كده اهو، وهو متعفر وتمام وزي الفل على النار، بيتقدح الزيت اللي هبدا ان انا اقلي فيه. بصوا بالشكل ده كده، بالمنظر ده كده انا عملت صينيه البربون. طيب محتاجه ايه دلوقتي؟ النار عندي ولعه، واروح ماسكه ازازه الزيت واعمل كده كده، واروح حاطه على النار. يلا بينا، بسم الله، على النار كده شويه وهديله لفه شويه، ولما نلف كده والصينيه لازم تكون ان هي ما تلزقش، لا ما يتحطش في الفرن، هو لازم كده. حمدي بيقول لي ينفع لو احنا حطيناه في الفرن في مشكله؟ لا، من التسويه بتاعته مش في الفرن. بصوا كده، هاجي دلوقتي هنا بدات السمكيه تشرب الدقيق، اروح عامله كده تعفيره بسيطه عشان هبدا اقلي. نيجي هنا كده، ماشي، تعالى نقلي هنا عشان ده يبقى نوع بربوني وده نوع بربوني، ماشي معانا نفس النظام. بصوا كده بمسك كده اهو، ونبدا ان احنا ما نحركهوش خالص الا لما تبدا السمكيه تنشف معايا، يعني اسيبه اول 5 دقايق او 6 دقايق كده ما احركهوش خالص، يبدا تنشف السمكيه معايا وتبدا ان هي تطلع على الوش كده، يبقى تمام وزي الفل ابدا احركه. لكن لو حطيت عليه الشبكه وبدات احركه اول ما ينزل هيعجن معايا ويبقى شكله ما ينفعش. نيجي الناحيه دي، اروح واخده باقي السمك حطاه
في المصفى حبه دقيق، وادي بقى السمك اللي فاضل، واروح حط عليه شويه كمان من فوق واقلب كده. نفس النظام اللي انا عملته ده هيتعمل للمكرونه، التتبيله تبقى سايله، يتقلب بالشكل ده كده وتبداي تقلي. عندي الوك الناحيه التانية اهو، ناخد كده، والزيت يكون غزير ويكون مقدوح، والزيت يكون مغطي السمكايه ما يبقاش فيه حاجه باينه منها، علشان كلها تاخد تحميره واحده وتسويه واحده. بالشكل ده كده، مش هحركه ولا اجي جنبه الا لما يتعمل. طيب ادي البربوني اهو، هجيب طبق او بوله. انتوا جبتوا لي مصفه تانية؟ مفيش مصفه تانية صح؟ لا في. وانا نسيت ان انا اوطي النار عليه. تمام، عشان كده بقول لازم تكون الصينيه ما بتلزقش. اوطي النار وارفعها فيه. بربوني ماشي معايا تمام، هركن ده كده ونيجي للمكرونه. نفس النظام كده، بتتبل بنفس التتبيله اللي احنا قلنا عليها. طبعا المكرونه ممكن نجيبها اصغر من كده، وفي اصغر من كده على فكره، وانا لما جبتها امبارح جايبه كبيره على صغير. نفس المقادير، التتبيله بتاعه البربون هي هي مقادير التتبيله بتاعه المكرونه بالشكل ده كده. شايفين التتبيله اتعفرت في دقيقه. عندي الناحيه الثانيه الزيت بيتقدح، وتعالوا ننزل عليه بالمكرونه. بسم الله، برضو نفس النظام، ما حركش الا لما ياخد التسويه بتاعته. بصوا بقى كده معايا، بصوا المكرونه دي الا بربون ده، بص يا حمزه، الله اكبر. شايف؟ شايفين اللون عامل ازاي من شويه الكركم والبودره الزعفران اللي احنا حطيناها؟ طيب انا عايزه اسيبه سيكه كمان، سيكه كمان. ده اسمه المفروض ان هم بيسموه جمبري الغلابه يا حمزه، بس على السعر اللي احنا جايبينه بيه امبارح ما اسموش جمبري الغلابه خالص. علشان ليه مسمينه جمبري الغلابه؟ لان البربون اساسا ما بياكلش غير جمبري، يعني ما بيتغذاش الا عليه. بسم الله، بصوا كده قبل ما اطلع فاصل يا حمدي، مكرونه الله اكبر. الناحيه الثانيه ايه؟ سمك يبقى متبل كويس ومتعفر كويس، ومجرد ما نزل الزيت ما نحركهوش علشان ياخد القرمشه بتاعته اللي احنا عايزينها. بسم الله، المكرونه الناحيه الثانيه الله اكبر عليه، لونه في منتهى الجمال. ممكن نبص على اللي بيتقلي في المطبخ، الزيت يبقى مقدوح وغزير. بسم الله، الشكل ده كده. عايزه اقول لكم ريحه السمك هايله، مفيش حاجه اسمها زفاره، مفيش حاجه اسمها ريحه سمك مش كويسه، لا مفيش الكلام ده، غسلينه كويس ونضيفه زي الفل. ننضف حوالينا، وتعالوا نقلب البربون اللي هو الصينيه ده ونشوف هيبقى عامل ازاي. ربنا يستر. بسم الله، بسم الله،
وانا سامعه الطبه يعني ان شاء الله باذن الله. بسم الله لربنا صمد ما بيقعش. كام سمكيه اه كام سمكيه اهم نعمل كده. طب يلا بينا بصوا كده نكمل التسوية بتاعته من الناحية التانية. ومسكت الصينية اللي انا قلبت فيها حطيت فيها شوية من الزيت في الارضية ويستوي على نار هادية. تعالوا نطلع المكرونة. نعم انا بسمع حمدي. ايه ده؟ لا ده مش مشوي، لا ده سمك مقلي بربون مقلي بس بزيت قليل. بص يا حمدي المكرونه الله هو اكبر. اللسعه اللي احنا عملناها دي او اللي حصلت في الصينيه دي علشان ان احنا النار كانت عاليه وهو كان المباشر بتاعه في النص، فعلشان كده اتلسعت اللسوعه دي. وعلى فكره دي بتبقى طعمها هايل، مش عشان ان هي اتلسعت انا بقول كده، لا هي فعلا بيبقى طعمها هايل. بنوطي النار وبنبدا ان احنا بص اهو بيتهز معانا بسهوله. هو احنا ممكن نجيب باقي المكرونه نقليها هنا؟ يلا بينا. ادي البربونه اهو. يلا بينا، الزيت هنا عندي سخن وهتقوم باسرع. لا لا هاتوا لي بس المكرونه الاول. شايفين منظر المكرونه عامل ازاي؟ الله هو اكبر. شايفين منظر البربوني عامل ازاي؟ حاجه كده تفتح النفس. طيب شايفين؟ عشان كده بقول ان احنا اول ما ننزله في الزيت نستنى ما نجيش جنبه خالص، ما نجيش جنبه خالص لحد ما يبدا ياخد اللون بتاعه كده والقرمشه بتاعته نبدا نقلبه. يلا بينا. واحنا طالعين فاصل كده يا حمدي نسقط المكرونه الثانيه